السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل إن شاء الله شرح الـ Vertical Network في System الـ Structure Cable. وزي ما اتفقنا هنبدأ النهاردة نتكلم على أنواع الـ Fiber Cable وخصائص كل نوع واستخداماته والمميزات بتاعته عن النوع التاني. أنواع الـ Fiber Cable بتتقسم لنوعين رئيسيين، نوع اسمه Single Mode ونوع اسمه Multi Mode. تعالوا نشوف الفرق بين النوعين دول بشكل بسيط جدا. نتخيل ان السنجل مود دوت بيمشي جواه شعاع ضوء واحد بيشيل الداتا كلها، لكن المالتي مود بيمشي جواه اكتر من شعاع ضوء بيكونوا شايلين الداتا. بس الكلام دوت للتبسيط، بس التبسيط دوت بيوصل الفكرة برضه. يبقى السنجل مود تقريبا ماشي جواه شعاع ضوء واحد بيحمل المعلومات كلها، لكن المالتي مود بيمشي جواه أكتر من شعاع ضوء فوق بعض بيكونوا شايلين المعلومات اللي ماشية جوه الكابل دوت. وزي ما قلنا الفيديو اللي فات إن الفايبر كيبل بيكون في سمك شعرة من شعر الرأس، يعني رفيع جدا جدا. يبقى أكيد الأكتيف كومبوننت اللي هتحول من إلكتريكال لأوبتيكال سيجنال، والأكتيف كومبوننت التانية اللي هتحول من اوبتيكال سيجنال للالكتريكال سيجنال عند الريسيفر، اكيد دول بيكونوا غاليين جدا جدا عشان يقدر يحول سيجنال تمشي في الدايمتر الرفيع جدا دوت. واحنا قلنا ان السنجل مود بيمشي جواه شعاع ضوء واحد، لكن المالتي مود بيمشي جواه اكتر من شعاع ضوء. بس مش معنى ان المالتي مود قطره اكبر وبيشيل ضوء اكتر يبقى هو احسن من السنجل مود، لا بالعكس تماما. في آخر الفيديو هنعرف إن المالتي مود ليه ليميتيشن في المسافة، لكن السنجل مود يقدر يمشي مسافة أكبر بكتير من المالتي مود. هو الميزة اللي فيه اللي في المالتي مود عن السنجل مود إن هو أرخص منه، لكن طبعا السنجل فيه ميزة كبيرة جدا إن هو بيقدر يمشي مسافات كبيرة بالكيلومتر. تعالوا نشوف الفرق بينهم كمان، السنجل مود والمالتي مود. الكور بتاع السنجل مود بيكون تقريبا 9 مايكرومتر، لكن في حالة المالتي مود عندي نوعين فيه، في نوع منه الكور بيبقى 50 مايكرو، وفي نوع تاني الكور بيكون 62.5 مايكرو. السنجل مود بيكون higher bandwidth لكن lower attenuation، لكن المالتي مود العكس بيكون lower bandwidth لكن higher attenuation. وهنعرف ايه هي الاتنويشن عشان لما نيجي نتكلم على الكلاسيفيكيشن بتاعه الكابلات الفايبر نعرف معنى الاتنويشن ايه. بالنسبه للكونكتورز السنجل مود والمالتي مود اقدر استخدم فيهم نفس انواع الكونكتور اللي هو الاس سي والال سي والاف سي والاس تي. اقدر استخدم انواع الكونكتور دي في حاله السنجل مود وفي حاله المالتي مود كمان. وطبعا النوعين بيستخدموا في التليكومينيكيشن وفي الانفراستراكشر وداخل المباني من جوه وهكذا. تعالوا بقى نتكلم على الاتنويشن ونعرف ايه هي الاتنويشن. قال لك الاتنويشن ديت الفقد في الاوبتيكال باور. الاوبتيكال سيجنال دي ليها باور، الانفورميشن سورس او الترانسميتر بيطلع اوبتيكال سيجنال ليها باور معينه. طبعا بعد ما بتمشي في كابل الفايبر مسافات كبيره ممكن الباور بتاعتها تقل، يبقى الفقد في الباور دوت هو اسمه الاتنويشن. وهم بيحاولوا يعدلوا في الكابل وفي الخصائص الكابل وفي الماتيريال بتاعته عشان يقللوا الاتنويشن دي على قد ما يقدروا، عشان السيجنال توصل من الترانسميتر للريسيفر بنفس الباور بتاعتها تقريبا. بيقول لك ان الاتنويشن دي بتحصل بسبب الاليمنت اللي موجوده في اللينك عامة، سواء الكابلر أو السبلايسز أو الكونكتور أو الكابل نفسه. كل دي حاجات ممكن تعمل اتنويشن للباور بتاعة السيجنال. فأنا بحاول أو المصنعين بيحاولوا يصنعوا الحاجات دي بإفشنسي عالية جدا عشان يقللوا الاتنويشن على طول مسار الكابل. تعالوا بقى نشوف الكلاسيفيكيشن بتاعة كابلات الفايبر. الجدول ده بيتكلم على الكلاسيفيكيشن بتاعة الفايبر اوبتيك كيبل سواء المالتي مود او السنجل مود،
وعلاقتها بالويف لينث اللي شغال عليها، وعلى الأساس دوت قدر يحدد قيم الاتنويشن المسموح بيها بالنسبة لكل نوع والويف لينث اللي شغال عليها. يبقى اللي فوق دوت ديت الويف لينث بتاعة كابلات الفايبر من 150 نانومتر و1300 نانومتر، دول الاتنين ويف لينث اللي شغال عليهم كابل الفايبر المالتي مود. لكن الألف تلتمية وعشرة والألف خمسمية وخمسين ديت قيم الويف لينث اللي شغال عليها كابلات السنجل مود، والقيم دي العالم كله شغال عليها مفيش غيرها أصلا، عشان هما بعد الدراسات لقوا إن القيم دي بيحصل عندها أقل attenuation، يعني أقل فقد في الباور بتاعت سيجنال الضوء. وهنا حاطط قيمة الاتنويشن لكل كيلومتر. طيب العمود دوت بيدل على ايه؟ اول اربعة دول الكاتيجوري بتاعت الفايبر اوبتيك كيبل المالتي مود، بيتقسم لاربعة كاتيجوري OM1 OM2 OM3 OM4. الاربعة اللي تحت دول دي الكاتيجوري بتاعت السنجل مود، OS1 في منه انسايد بلانت وفي منه اوتسايد بلانت، والكاتيجوري التانية OS2 في برضو منها اتنين انسايد بلانت واوتسايد بلانت. وهنا برضو قيم الاتنويشن لكل كيلومتر على حسب الويف لينث اللي شغال عليها، سواء 1310 او 1550، دي قيم الاتنويشن اللي مسموح بيها. وهنلاحظ هنا ان قيم الاتنويشن في حالة السنجل مود اقل من قيم الاتنويشن في حالة المالتي مود، واحنا كنا قلنا ان السنجل مود بيقدر يمشي مسافات اكبر بكتير من المالتي مود، مسافات بالكيلومتر. ولما شرحنا الاتنويشن قلنا الحاجات اللي بتسبب الاتنويشن، من ضمن الحاجات دي لو لحمت سلك في سلك، زي ما قلنا كابلات السنجل مود بقدر ان انا امشي بيها مسافات كبيرة جدا بالكيلومتر، عشان كده ممكن ان انا اجيب بكرة سلك والحم فيها بقرة تانية، اللحام دوت بيسبب التنويشن، فلازم انا اعمل اللحام دوت بشكل دقيق جدا عشان قيمة التنويشن ما تتعداش القيم المسموح بها حسب الجدول ده. يبقى كده دي الكاتيجوري بتاعت كابلات الفايبر سواء مالتي مود او سنجل مود، وعلاقتها بالويف لينث اللي شغال عليها، ومنها قدرنا نعرف قيم الاتنويشن المسموح بيها. بعد كده الكلاسيفيكيشن بتاعت المالتي مود، زي ما قلنا عندنا اربعة كاتيجوري OM1 OM2 OM3 OM4. الصف اللي فوق ده دوت الداتا ريت بتاعت الكاتيجوري دي، يعني حجم البيانات اللي يقدر يشيلها، والارقام دي المسافات اللي يقدر كل كاتيجوري يمشيها حسب الداتا ريت اللي هو شايلها. هنلاحظ بقى ايه؟ ان كل ما الداتا ريت بيعلى لنفس الكاتيجوري المسافة بتقل. هنا مثلا OM4 مع الداتا ريت دي يقدر يمشي 275، لكن مع الداتا ريت الأعلى اللي هي دي يقدر يمشي 33 بس. والنوع دوت الـ OM1 مقدرش استخدم معاه، أو مقدرش استخدمه مع الداتا ريت العالية أوي دي، قالك not specified. نفس الكلام الـ OM2 مع الداتا ريت دي 550، مع الداتا ريت الأعلى منها 82 بس. شايفين الفرق قد إيه؟ ومع الداتا ريت الأعلى الاتنين دول ميقدرش إن هو يشيل الداتا دي. الـ OM3 والـ OM4 متشابهين برضو، مينفعش إن أنا أجيب كابل غالي قوي وأستخدم معاه داتا ريت قليلة، وقالك not specified هنا. لكن بعد كده مع الداتا ريت الأعلى منها أقدر إن أنا أستخدمه، هنا 300، بعد كده 100، بعد كده 100 برضه، هنا 400، 150، 150. حد ممكن يقول لي إيه 150 متر أو 100 متر؟ دي مسافة صغيرة جدا، يعني أنا أجيب كابل غالي والكاتيجوري بتاعته عالية وبيشيل داتا ريت عالية وفي الآخر يمشي المسافة الصغيرة دي 100 متر أو 150 متر بس؟ أقول لك أنا خلي بالك، السرعات العالية دي أو الداتا ريت العالية أوي دي مش موجودة في كل حتة، دي موجودة
في المنطقة بين السويتشات والسيرفرات بس، مش موجودة في حتة تانية. يعني مش هتلاقي راك أو سويتش موجود في راك في أي دور في المشروع شايل داتا ريت عالية أوي كده، مستحيل طبعا. الداتا ريت العالية دي موجودة في السيرفر روم بس، فأنا بوصلها ما بين السيرفر وبين السويتش، فالمسافة بتكون صغيرة، دول موجودين في نفس الروم فأكيد المسافة صغيرة. لكن في حالة الباك بون أو الفيرتيكال نتورك هنلاقي إن أقوى سويتش ممكن يكون موجود هيبقى شغال على الداتا ريت اللي هي 10 جيجا دي، مش أكتر من كده. هنلاقي إن المسافات اللي يقدروا يمشوها هنا مناسبة. يبقى الجدول دوت علاقة الكاتيجوري بتاعة المالتي مود والداتا ريت وعلاقتهم بالمسافة اللي يقدر يمشيها الكابل. ناخد نفس الجدول الكاتيجوري بتاعة المالتي مود والداتا ريت بس مع الدي بي مع الاتنويشن. هنلاقي برضو حاطط قيم الاتنويشن بالنسبة لكل كاتيجوري على حسب الداتا ريت اللي هي شايلاها، وبرضو هنا الـ OM1 والـ OM2 مع الداتا ريت العالية أوي دي هنلاقي إن هي ما بتشتغلش أو ما تنفعش إن أنا أستخدمها مع الداتا ريت العالية دي، ونفس الكلام الـ OM4 مش هنلاقيه مستخدم مع الداتا ريت القليلة، والباقي حاطط قيم الاتنويشن المسموح بيها. يبقى كده احنا اتكلمنا عن انواع كابلات الفايبر السنجل مود والمالتي مود، وعرفنا الكلاسيفيكيشن بتاع كل نوع فيهم والكاتيجوري بتاع كل نوع وعلاقتهم بالداتا ريت وكمان علاقتهم بالويف لينث اللي شغالين عليها، وقدرنا نعرف المسافات المسموح بها لكل كاتيجوري، وقدرنا نعرف قيم الاتنويشن اللي مسموح بيها برضه لكل كاتيجوري. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم على السبيس بروجرام بتاع السيرفر روم او الداتا سنتر روم، عشان يبقى خلصنا الفيرتيكال نتورك بكل حاجة فيه من اول الراك اللي موجود في الغرفة فوق لحد ما يوصل للسيرفر روم. شكرا.